السلام عليكم الأولاد. اليوم باش نبارطاجي معاكم حكاية الجيرموار هذه نصنعها وحدي، يعني من غير ما تبقاو تشريوها باش ما تتقلقوش روحكم برشا، ساهل برشا. شو كيفاه موضوع ساهل وإفيكاس على الآخر. تابعوني باش نوريكم كيفاه نجمو نعملوها. يعني الحكاية هذه عندنا في الجران جيرمي يزمو يتحط 24 في الماء. انا هكا شو نعمل الباسوار هذايا، نحط فيه ونعبي هذايا بالماء، نخليه ديما هكا باش نجم ننظفو، يعني اش هكا فوق يبقى هكا 24 من بعد نتبعو بعض. نجي نقصها من هنا. بعد نسكو إبرة ولا أي حاجة سخونة ولا حتى الإبرة تقلي ديجا هكا، ونعملو نقب صغيرين هكا باش يتعدى هذا كومان فلتر، يعني باش يتعدى منه الماء ويبقاو لي جران لداخل. هكا تولي نعملو برشا نقب. بعد نعاود نسكرو نحطو على كل الجران هذوما. ديجا الماء يهبط لوطا يبقى الجران هذوما. بعد نحطوهم في انتي سايك هكا يتسكر. نلفوه مليح يتحط في بلاصة ظلمة، بلاصة ظلمة شوية. اون برانسيب 12 أو 12 ساعة يولي الجرم نتاعكم حاضر للعصفر. يتغسل مليح مليح من بعد بال يعني الماء سخون، وبعد تعمل له شوك تيرميك بالماء برد باش تقتل يعني اكثر البكتيريا وكذا. وبعد تعطي في الباتيه تخلط وتعطي العصافر بحول الله. موضوع هايل على الاخر. هاي السلام عليكم، رست اشرد معكم ان شاء الله ديما في جديد.